ينضم معنا من عمان للحديث عن الأمطار والسيول التي أغرقت بغداد والعديد من المحافظات العراقية معنا حسين العليان الكاتب والباحث السياسي. أهلا بك أستاذ حسين. في البداية العاصمة بغداد تغرق هي والعديد من المحافظات الرئيسة كما تعلم، هل من الطبيعي حدوث مثل ذلك؟ يعني هو سنويا يحصل هذا مع كل شتاء في بغداد، تغرق المدن العراقية. نعم، بسبب الإهمال الواسع خلال 17 عام، وبسبب أن الموازنات المخصصة لعمل البلديات والشوارع والصرف الصحي وصرف مياه الأمطار يعني تسرق وتهدر، ولا تستفيد منها البنى التحتية شيئا. نعم. يعني هذا ليس جديد، وهذا يعني فصل عراقي دائم مستمر. نعم. كل شتاء. سيد حسين، ربما تقودني إجابتك هذه إلى سؤال، يعني أين الحكومة ومجالس المحافظات قبل موجة الأمطار هذه؟ لماذا لم تعمد إلى صيانتها أو تجديدها مثلا؟ هم لم يحاسبوا فيما مضى، ومن سلم من الحساب أساء التصرف وأساء الأدب. هم كل سنة يسرقون موازنات بغداد، أمانة بغداد وأمانة الأقاليم المحافظات. نعم. يعني ويصرفون الشكليات، يزينون بعض الشوارع، يقيمون بعض الحدائق. يعني هي عملية ديكور سخيفة لا تسمن ولا تغني من جوع. يعني الأصل في الموضوع أنه العراقيين استمرأوا أو لم يعد العراقيون لساسة العراق يخشون من شعبهم. نعم. طيب، استمرار يعني المشكلة منذ 17 عاما وبقاء صورها تتكرر حتى اليوم، باعتقادكم إلى أي مدى يكرس فشل الأحزاب السياسية والحكومة بإدارة أزمات البلاد؟ يعني هي الحكومة تحمل سر فنائها في داخلها. كل الحكومات العراقية المتعاقبة هي جزء من المشكل وليست جزء من الحل يا أخي الكريم. نعم. يعني الأزمة البنيوية في مجمل النظام السياسي العراقي هي المشكلة. ما نتحدث عنه طوال 17 عاما هي المظاهر المشكلة وليست المشكلة، هي انعكاسات هذه المشكلة. المشكلة تكمن في جوهر النظام السياسي. النظام السياسي قائم على تقسيم الثروات في البلد ونهب هذا حساب ثلة من الفاسدين والفجرة والفاسقين الذين يمثلون طوائفهم ومناطقهم وعرقياتهم. هذا ما يجري في البلد يعني. وبالتالي الحديث عن أزمة كهرباء تارة، والحديث عن أزمة فيضانات تارة، والحديث عن أزمة رواتب، والحديث عن سلسلة من الأزمات في العراق لا تنتهي ولن تنتهي قبل أن يبادر العراقيون لاستعادة زمام وطنهم وثرواتهم وسيادتهم. حاول العراقيين في مظاهرات لمدة عام وتحدث، وبموجب آليات النظام السياسي الفاسد نفسه اللي قررها، أن المظاهرات السلمية حق للشعب العراقي، التظاهر السلمي. طيب خرج يعني بدون مبالغة، خرج قسم كبير من العراقيين أكثر بعشرات المرات ممن ينتخبون هؤلاء الفاسدين للشوارع بالمطالبة بالإصلاح، ولم يستجب أحد. لا مرجعيات الدين معنية بالأمر، ولا مرجعيات سياسية معنية بالأمر، ولا أي مرجعية اليوم في العراق لديها صلاحية أن تفعل شيئا. اليوم العراق بلد مستباح لمن هب ودب في الداخل والخارج. وفاسدي الداخل يعني يعتمدون على حماية قوى خارجية إقليمية ودولية. سيد حسين، طيب يعني إذا كان الفساد وراء كل هذه المشكلات والأزمات التي يمر بها العراق، وحكومة الكاظم عازمة كما تقول على محاكمة الفاسدين، أقصد كما تقول الحكومة طبعا، السؤال هنا لماذا توقفت غالبية المحاكمات والتحقيقات بقضايا الفساد بالرغم من وجود الأدلة؟ لأنه اليوم لا أحد في العراق يستطيع أن يحاسب أحد. نعم. كل طرف من الفاسدين لديه سلطة وميليشيا، ولديه قدرات داخلية والتزامات خارجية، ولديه حصة في البرلمان. وقفل لي هذا الملف وقفل لك هذا الملف، افتح هذا الملف وافتح لك هذا الملف. هذا على مستوى القضايا الصغرى. أما على مستوى القضايا الكبرى، هي الولايات المتحدة أكبر فاسد في العالم، وهي من نظمت أو أقامت نظاما سياسيا فاسدا في العراق يصعب اقتلاعه.
يعني هي أسست للفساد السياسي والنظام السياسي الفاسد نعم بموجب تشريعات وقوانين ديمقراطية بين قوسين، وجعلت العراقيين يدورون في دوامة واحدة. اليوم لما تسأل كيف سنعالج قضايا البلد، بيقول لك عندك الانتخابات، روح للصندوق. يابا هذا الصندوق مسقوب، يابا هذا الصندوق كذب ما بدخل أوراق، يابا هذا الصندوق بده حماية، يابا هذا الصندوق ليس كل شيء. نعم أول نعم شيء حل لي مشاكل الأمنية والاجتماعية وبعدين وديني على الصندوق. يعني المشكلة، أما أنت تيجي تشتري أصواتي إما بالطائفية وإما بالعرقية وإما بتقسيم الأقاليم وإما وإما تحت مجموعة مسميات عديدة، وبالتالي بتقول لي تعال انتخب عشان تعدل النظام السياسي. غير ممكن، نعم يعني غير ممكن تعديل النظام السياسي وفق آليات الانتخاب والديمقراطية المزيفة في العراق. إلى سؤالي الأخير الآن إليك سيد حسين، يعني الحكومة كما تعلم في هذا الاتجاه قالت إنها حكومة انتقالية تريد التهيئة لانتخابات مبكرة. هل تعتقد أنه يمكن الوثوق بها لإنجاز حكومة وبرلمان من خارج العملية السياسية التي أثبتت فشلها كما تعلم؟ مستحيل 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 أي فاسد يحاسب فاسد، مستحيل أي نظام تابع ينتج نظام وطني، مستحيل. هذه المستحيلات بعينها، وبالتالي هي عبارة عن دفع للأزمات ليس إلا. ثم الحكومات الانتقالية دائما وفي الأغلب العام في كل دول العالم، الحكومات الانتقالية هي مرحلة تهدئة وتنتج أسوأ مما ما هو موجود. نعم تابع كل انتخابات العالم، تابع كل انتخابات العالم وشوف. الكاتب حسين العليان، الكاتب والباحث السياسي، كنت معنا من عمان عبر الهاتف، شكرا جزيلا لك.